المستشار هشام جنينة رئيس أكبر وأهم جهاز رقابي في مصر، مهمته الحفاظ على أموال الشعب المصري في الجهات والهيئات الحكومية. أهلا بك يا سيادة المستشار. العاملين بالجهاز المركزي المحاسبات يعتبرون ما حدث معك كارت إرهاب لهم ولجميع الموظفين في أداء واجبهم. كيف يمكنهم الاطمئنان على مستقبلهم العملي خلال الفترة المقبلة؟ يعني أنا بأكد لكل العاملين في الجهاز ولكل مواطن شريف في البلد إنه رئيس الجهاز ليس بمنأى عن المساءلة إذا ما أخطأ، وأنا أريد أن يكون في هذه المحاكمة العلنية اللي أنا متمسك بإجرائها إعلاء لفكرة دولة سيادة القانون قولا وعملا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه فكرة ان يحاسب المسؤولين بعد تركهم لعملهم، هذه فكرة يجب ان اذا كنا نريد ان نعظم من دور القانون في مساءلة المسؤولين فيجب ان نضرب المثل والقدوة بانفسنا. فانا بقول لهم اني لم اخطئ، وأنا كل ما قلته كان قولا له سنده في الأوراق، وسيقدم ما يساند كل ما جاء في هذا يعني الاتهام الزائف اللي لم تأخذ به للأسف الشديد النيابة العامة وقاضي التحقيق، وأصدرت قرار بالإحالة المحاكمة لم أخطر به حتى الآن. ولكن ما يهمني في هذا المقام أن أقرر بأنني أرحب بهذه المحاكمة، وسوف تكون بإذن الله محاكمة علنية، وسينقلب السحر على الساحر كما تفضل زملائي وأخي العزيز المستشار أحمد مكي. هي هتبقى مناسبة لفتح ملفات كثيرة الحقيقة، وهتبقى مناسبة لإظهار أن الحق يجب أن يعلو ولا يعلى عليه، وألا يزيف للباطل، وألا يساند أحد من أفسد. فإذا ما كان هناك مفسدين سواء داخل القضاء أو خارج القضاء، فيجب أن يكون سيف القانون والعدالة العمياء هي سلاحنا في مواجهة هذا الفساد. وبالتالي أنا حريص كل الحرص على أن أؤكد لأعضاء الجهاز هذه القيمة، وأن شخص رئيس الجهاز ليس هو الجهاز المركزي المحاسبات. جهاز المركزي المحاسبات اللي بيضم بين جنباته 12,000 زميل، هم من خيرة أبناء هذا الوطن اللي بيسعوا لمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على هذا الفساد وكشفه، يتمنون لوجه الله أولاً أن يؤدوا عملهم مخلصا لصالح هذا البلد ولهذا الشعب اللي وضع ثقته فيه. فاللي أنا بقوله إنه الجهاز ليس شخص رئيسه، ولكن الجهاز هو قوام هذا العدد الهائل اللي أنا بشرف بالعمل معهم، وبشرف أيضا بأن أنا أكون حائط الصد عن أي تغول أو اعتداء يمس هذا الجهاز أو أي من أعضائه أثناء وبسبب أدائهم لمهامهم في عملهم. ولن أقبل أن يروع أي زميل داخل الجهاز أو يتم ترهيبه بأي شكل من الأشكال حتى لا يكشف فساد أو لا نضرب بيد من حديد على أي مفسد. إذن هل النظام السابق، نظام المخلوع مبارك، كان سبب رئيسي في تغول النظام القضائي في مصر؟ لا، أنا عايز أقول إن الأنظمة دوما بتتجه نحو السيطرة على النظام القضائي، وإحنا ارتقينا ده وعشناه أيام نظام الرئيس السابق مبارك لما كان بيصادر على حق هذا الشعب في أن تتمتع مؤسساته بممارسة ديمقراطية سليمة. فكان يتم تزييف إرادة الأمة في انتخابات برلمانية، وبالتالي هو يصنع مجلسا يكون تابعا للنظام وليس رقيبا على النظام وعلى الحكومة. وكذلك كان يريد أن يصنع قضاء تابعا للنظام وليس مسائلا للحكومة وللنظام، وهي دي كانت مشكلتنا.
مشكلتنا داخل القضاء طوال سنوات طويلة عشتها في هذا الصرح الشامخ العريق اللي أنا بشرف بالانتماء ليه، وهو ويضم بين جنباته الغالبية العظمى من الشرفاء. الحقيقة أنه هذا الصرح تعرض لمحن، والمحن دي كانت نتيجة حرصه على أنه يكون بمنأى عن التغول على صلاحياته القضائية واستقلال السلطة القضائية. الحرص على استقلال السلطة القضائية يجب أن يكون حرص للمجتمع كله وليس للقضاء وحدهم، لأن دي ضمانة للشعب. مسألة إن القضاء دخل في صراعات سواء مع نظام مبارك أو مع نظام مرسي، هذا شيء مؤسف، لأن الأنظمة اللي دوما تربصت بالقضاء رد الله عليهم قصدهم، لأن القضاء يتجه نحو إرساء العدل وإحقاق الحق، وبالتالي أنا حريص على أن هذه القيمة تظل قيمة كبيرة في نظر المجتمع، ويظل هذا الثوب الأبيض ناصعا ولا تلوثه أي شوائب أو ضرر فاسد من المفاسد اللي لحقت هذا الثوب الأبيض. هل آن الأوان للخلاص من فكرة تطهير القضاء نفسه بنفسه بعيدا عن النور، بحيث إذا أخطأ أحد القضاء يتم معاقبته داخليا وإقصاؤه عن عمله داخليا دون أن يعلم أحد؟ هل آن الأوان لذلك؟ أنا بقول إن لعل هذه المحاكمة إن شاء الله تضع النموذج والقدوة إلى أن القضاء سوف يحاسب كل من أفسد في داخله أيا ما كان منصبه أيا ما كان موقعه بشكل علني. بشكل علني. إذن القاعدة ستتغير؟ هي المحاكمة علنية، وأنا مقدم في جنحة سب وقذف رئيس وأعضاء نادي القضاء، وبالتالي هذه المحاكمة من حق الموجه إليه هذا الاتهام أن يقدم ما لديه من أدلة ومستندات، وأن تكون محاكمته علنية، لأن المحاكمة لا تكون صحيحة إذا لم تكن متوافرا فيها شرط العلنية. إذن أنت أول قاضي يتم مقاضته بشكل علني؟ حاليا لست قاضيا، لكنك من سلك القضاء. لكن كنت قاضيا إبان تقديم هذه الشكوى. تمام، يعني هو ده الفارق. أنا عشان وبالعكس ده أنا بقول إنها فرصة حتى يثبت للجميع أن هناك قضاء عادلا، وأن هناك قانونا سيطبق حتى لو كان على رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته. طيب بالنسبة للمشكلات بتاعت أراضي الحزام الأخضر 6 أكتوبر، الجهاز المركزي للمحاسبات وصل فيها لحد فين، وإزاي ساب المشكلة تتفاقم لحد؟ لا شك في قضايا شائكة ليست الحزام الأخضر فقط، ولكن هناك ملفات شائكة سواء في قطاع البترول أو في قطاع النقل البحري، كذلك أيضا في الاعتداءات الخطيرة والرهيبة التي حدثت على أراضي طرح النهر والجزر النيلية، اللي أنا صعقت من حجم هذه الاعتداءات والمخالفات التي لم تتخذ الدولة فيها أي خطوة لمحاولة ردع كل من تسوي الله نفسه للاعتداء على أملاك الدولة، وعلى وجه الخصوص أراضي طرح النهر بامتداد المجرى المائي لنهر النيل بدءا من جنوب أسوان وانتهاء بالمصب عند رشيد. النتيجة من تحقيقات حضرتك والجهاز ايه؟ وصلتوا لحد فين؟ ناويين تعملوا ايه الاجراءات المتغيرة؟ مما لا شك فيه احنا الملفات التي تتضمن مخالفات تشكل جرائم سوف تبلغ للنائب العام وسوف تبلغ للجهات القضائية. ولكن انا احب اكد على حاجة، انه ليس الجهاز المركزي وحده هو من سيصلح حال او سيواجه الفساد وحده، دي منظومة متكاملة يجب أن تبدأ بقناعة النظام الحاكم بأن الفساد يجب أن يقاوم ويجب أن يطبق القانون على المسؤولين كافة، مفيش حصانة
من المساءلة لا القاضي ولا الوزير ولا الرئيس جمهورية. إذا ما أخطأ واعتدى على المال العام يجب أن يكون هذا هو قناعة لدى النظام الحاكم. فإذا ما سرت هذه القناعة إلى مفاصل الدولة وأجنحتها في نظام الحكم أعتقد هو ده يبقى النجاح، لأن القضاء جزء من هذه المنظومة. فإذا ما أحيلت تقارير الجهاز الرقابية اللي بترصد الاعتداء على المال العام إلى الأجهزة القضائية ولم يلتفت إليها أو لم يهتم بها ولم تحقق تحقيقا سليما قضائيا يرعى الله وحق في المال، حق هذا الشعب في المال العام، يبقى ايه قيمة تقاريري؟ يبقى حبر على ورق. كان ده بيحصل الأيام مبارك. ما انا بأكد ان مش عاوزين ده يحصل دلوقتي. يعني احنا قمنا بثورتين والشعب متعطش للإصلاح، ومتعطش للإصلاح الحقيقي. ما هو الإصلاح يجب ألا يكون إصلاحا لفظيا أو قوليا نردده في وسائل الإعلام وفي المؤتمرات وفي اللقاءات، ثم عندما نطبق على أرض الواقع يكون التطبيق غير كده. يعني إحنا للأسف في انفصال عندنا كمجتمع وكشعب ما بين ما نعده من تشريعات ودساتير وقوانين وبين ما نطبقه على أرض الواقع. طب دستور 71 اللي سقط بقيام ثورة يناير كان بينص على الحقوق والحريات وأن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، لكن هل كان ده بيطبق؟ وكذلك في الدستور 2000، وأعتقد أن الدستور 2013 الحالي اللي بيجري إعداده، إذا لم يكون هذا نهج نريد بإصلاح هذا الخلل في حياتنا، لأن ده خلل في حياتنا. إحنا منفصلين بين الواقع اللي إحنا بنعيشه وبين ما نعده من تشريعات. إحنا بنجيد صياغة مؤسسات وتشكيلها وإعداد قوانين ودساتير، ولكن لا نريد تطبيقها ونتحايل ونلتف على تطبيقها، ودي هي مأساتنا. إحنا ما بنواجهش أنفسنا بأخطائنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اعرفي خطأك فين الأول، اعرفي إن أنت بتحطي دستور وبعدين تيجي في الواقع ما تنفذيهوش، يبقى ايه قيمته؟ بتحط قانون وتيجي في الواقع تستثني ده وتستثني ده لانه مسؤول كبير وفي منصب كبير، ما يتطبقش عليه قانون او يجامل او يستثنى. هل هي دي العدالة؟ هل هو ده القانون؟ هل هي دي روح القانون؟ لما ده يصل الى عامة الشعب البسطاء تأكدي هتتعزز الثقة في النظام الحاكم. الثقة في اي نظام حاكم تأتي بإحساس المواطن البسيط بتحقيق العدالة. العدالة تصل للمواطن البسيط ده قبل أن يطلبها هو. إذن العدالة هي مفتاح حكم مصر. ومما لا شك فيه أن العدالة في مرض حاليا، العدالة مريضة. مصر ليست دولة قانون كما يقال. أتمنى أن دولة القانون تكون واقع فعلي وعملي نطبقه، مش ما نرددوش كقول، وأن يعني يكون الحكم على هذا هو للمواطن اللي يستشعر العدالة، المواطن البسيط اللي يشعر أنه رغم بساطته وضيق ذات اليد يستطيع أن يقتضي حقه ويحصل على حقه. ساعتها معيار العدالة هيبقى هو المعيار المطبق واقعا وعملا مش قولا. ما الفرق الذي شعر به العاملين بالجهاز المركزي المحاسبات بين فترة عملهم أثناء حكم مبارك وفترة عملهم خلال عام مرسي؟ الفترة اللي تولى فيها الرئيس مبارك كان بيفرغ المؤسسات من أي دور حقيقي. يعني لما تجدي المؤسسة التشريعية مثلا أو السلطة التشريعية، هي عندك برلمان وليس ببرلمان. هو دور البرلمان إيه؟ الرقابة على الحكومة وأدائها وسن التشريعات اللي بتنظم حركة المجتمع. لما تلاقي ان الرقابة دي رقابة صورية وشكلية، واللي بيحصل انه المجلس بينتقى وبيختار علشان يبقى بيساير النظام ولا يكشف عيوب النظام الحاكم ولا يكشف عيوب الحكومة ويسائلها ويسقطها اذا ما اقتضى الامر، ده ما تحققش، وبالتالي انتشر الفساد نتيجة غياب الدور الرقابي للبرلمان وغياب السلطة التشريعية. احنا كان عندنا هيكل لسلطة تشريعية، لكن هي هيكل
أصابوا السوس من الداخل، وبالتالي زي الشجرة كده الطويلة، لكن فاضية منكم. فهو ده الحقيقة، احنا بنضحك على نفسنا. فإذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا يبقى يجب أن نصارح أنفسنا بأخطائنا. نريد برلمانا حقيقيا يبقى برلمان يؤدي دوره الرقابي في مساءلة الحكومة، ويكون له من الصلاحيات أنه يطرح الثقة فيها أو يقل أو يقلها. كذلك أيضا يكون من صلاحياته سن التشريعات اللي تنظم حركة المجتمع لصالح المجتمع وليس لصالح النظام. لكن احنا كان عندنا برلمان بيعمل لصالح النظام وليس لصالح المجتمع. وكذلك ايضا السلطة القضائية احد اركان النظام الحاكم. مفيش نظام حاكم في العالم هيستقيم الا بان تفعل هذه السلطة القضائية وتعطى الاستقلالية الكاملة عن تغول السلطة التنفيذية عليها، وان تكون هذه الصلاحيات على قدر المسؤوليات والمساءلة. ما ينفعش ابدا القضاء مع احترامي الشديد لهم وأنا كنت جزء منهم يعتبروا نفسهم فوق القانون، لا، يجب أن على قدر الصلاحية والضمانة والحصانة تكون المساءلة والمسؤولية، وإلا هيبقى بنصنع أيضا ديكتاتور أو مؤسسة لا تحتكم للقانون وللدستور. فعهد الملك فاروق حدث نوع من أنواع التسييس لتقارير الجهاز المركزي المحاسبات في أزمة الأسلحة الفاسدة كما سبق أن قلت لي. هل يحدث ذلك حديثا التسييس لقرارات وتقارير الجهاز المركزي المحاسبات؟ لا، أنا ضد تسييس أي تقارير لجهاز المركزي المحاسبات. جهاز المركزي المحاسبات جهاز عريق ومحترم وله مكانته وقدره، اللي أنا حريص على تعظيم هذا الدور وهذه الصورة وأن يستشعرها المواطن البسيط. أنا لا أخاطب المسؤولين، لأنه أعتقد أن كثير من المسؤولين قد ينزعجوا من تقارير جهاز مركز المحاسبات، ولكن أنا أتمنى أولا رضاء ربنا سبحانه وتعالى ثم رضاء عامة الشعب، لأن هذا المال هو مال الشعب وليس مال المسؤولين في النظام الحاكم، هو مال الشعب، وهي أمانة وضعت في عنق أعضاء هذا الجهاز وقياداته ليكونوا رقباء وأمناء على هذا المال العام لصالح الشعب. لكن أنا كل ثقة في أن هذا الجهاز يجب أن يكون بمنأى عن التسييس أو تدخله أو إقحامه في الصراع السياسي الدائر حاليا في الشارع المصري، أو استخدامه كأداة أو فزاعة في يد النظام. أنا لست ممن يصفقون لأي نظام، ولست ممن يعملون لصالح أي نظام، ولن أكون هكذا. وبالتالي أنا قوتي في الحق هي قوتي في إعلان تقاريري بمنتهى الحيادية والتجرد، بعيدا عن تصفية الصراعات أو الخصومات بين القوى السياسية الحالية. بما أننا تحدثنا عن مال الشعب، نريد أن نعلم من سيادتك أهم التجاوزات التي حدثت في وزارة البترول أو قطاع البترول بتحديدا في نقطة الغاز الذي يعاني منه المصريين خلال الأونة الأخيرة. ثانيا التجاوزات التي حدثت في الرئاسة في عهد مرسي. موضوع التجاوزات اللي حدثت في الرئاسة في عهد مرسي هي الآن في طور الانتهاء من التقرير، وهيعلن للرأي العام، لأن أنا أعلم أن هناك الكثيرين مهتمين بإعلان هذا التقرير، وبالتالي هو محل اهتمام من الرأي العام. ولكن ما أؤكده في هذا الإطار أنه هذا التقرير لن يكون يعني إرضاء للنظام الحالي أو تصفية حسابات مع النظام السابق. يعني أنا يعني تقرير حيادي بمنتهى الحيادية والموضوعية، وهذا ما أكدت عليه، أن تقاريرنا لا نعدها إرضاء للرأي العام اللي في الشارع، ولا نعدها إرضاء للنظام الحاكم، ولكن نعدها ابتغاء مرضات الله، وأن يكون كلمة حق في زمن للأسف الشديد بقت مؤسسات الدولة يراد استخدامها في توجه معين وفي اتجاه معين. وهذا أنا ما أربأ بالجهاز المركزي، ولن يحدث طوال ما أنا موجود فيه إن شاء الله. لم تتحدث عن الغاز. ما موضوع صفقة الغاز أو يعني قضية الغاز وتصديره، أنا فزعت لما جيت الجهاز وتبين لي
انه المقولة اللي كان بيرددها نظام مبارك بان احنا عندنا غاز يكفي لاحتياجاتنا وهنصدره لسوريا والاسرائيل والاردن وهيوصل تركيا، تبين ان احنا كلام كاذب ليس له اي دليل على ارض الواقع. ده بالعكس، ده كبد موازنة الدولة مليارات لمد خط انابيب غاز لتصديره للخارج دون ما وانت محتاجة الغاز ده. يعني ليه ما استخدام المال العام المتمثل في الغاز اللي هو انت احوج ما تكوني فيه لانشاء مصانع تدار بالغاز، محطات توليد كهرباء وطاقه اللي هي توقفت نتيجه نقص الغاز، وتروحي تصدريه بره ليه؟ وانت تتكبدي وتحملي موازنه الدوله مليارات الجنيهات عشان تشدي خط انابيب المسافه دي، وانت تعلمي ان انتاجك لا يكفي الاحتياجات المحليه وتصدري باقل من السعر العالمي. حين تتحدث عن ذلك اليوم يقال هذه تعاقدات قديمه. والله انا لا شان لي بالقرارات السياسيه، اذا كان هناك قرار سياسي وراء هذا الامر انا لا شان لي، انا بتكلم على احتياج الدوله واحتياج هذا الشعب لهذا الغاز في تنمية محلية، في احتياجات منزلية أو في إنشاء مصانع أو توليد محطات أو تشغيل محطات كهرباء. للأسف الشديد إنه إحنا كنا أحوج ما نكون الغاز اللي بتصدر ده. هل هناك ملفات أخرى وجدت بها تجاوزات تحب الإعلان عنها الآن؟ والله أنا أرى أنه يعني الجهاز بمنأى عن الإثارة الإعلامية في مجالات عمله، يعني أنا ما أحبش الفرقعة الإعلامية يعني، لأنه نهج الجهاز وطبيعة عمله هو أن تكون تقاريره توجه للجهات المعنية، وإذا ما تعذر على الجهاز أن يحافظ على المال العام في قضية معينة ساعتها سأعلن للرأي العام الموقف. طوال 30 سنة الجهاز المركزي كان بيشتغل وبيبعت تقاريره للمسؤولين ولم تفعل ولم يعلم عنها جهاز الإعلام أي شيء. لماذا لا يتم الإعلان عن هذه التقارير إعلاميا بدلا من حكم؟ عايز أكد لك أنه الشفافية وتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والشفافية ده بيلزمنا بإعلان، والدساتير حتى دستور 2012 كان بيقول إعلان تقارير الأجهزة الرقابية، وأنا مع إعلان تقارير الأجهزة الرقابية، أنا مش ضدها، ولكن للأسف الشديد زي ما بقولك إحنا بنجيد النص في الدساتير والقوانين على شيء ولا نفعلها في أرض الواقع. ده لمجرد الإعلان في مؤتمر صحفي عن قضية تنظيم الاتصالات هاجت الدنيا وما جت وصورت كما لو كانت قضية شخصية بيني وبين وزير العدل، وهذا غير حقيقي. هل هناك في القانون نص قضائي ينص على إهانة القضاء أم أنها تندرج تحت بند السب والقصف في القوانين؟ تهمة إهانة القضاء يملك يعني مجلس القضاء الأعلى توجيهها، لأنه القضاء كمؤسسة من يمثله هو مجلس القضاء الأعلى وليس نادي القضاء، فاللي يملك توجيه تهمة إهانة المؤسسة القضائية هو ممثل المؤسسة القضائية، والممثلين القانونيين مين؟ هم مجلس القضاء الأعلى مش نادي القضاء، مع احترام الشديد للجميع واللي عمل نادي القضاء واللي كمؤسسة أنا شرفت بالعمل فيها وأتمنى لها دوام النجاح بالشكل اللي كنت أأمله. فاللي بقوله إنه هذه التهمة يملكها مجلس القضاء الأعلى، تهمة إهانة القضاء، لكن تهمة إهانة شخص دي تهمة أخرى غير إهانة القضاء، فاهم إزاي؟ فعشان يبقى الفارق بين ما بين هذا وذاك، تهمة إهانة المؤسسة القضائية لا يملك تحركها وطلب رفعها إلا مجلس القضاء الأعلى.
أما تهمة إهانة شخص أيا ما كان هذا الشخص موقعه فين، رئيس نادي قضاء، قاضي هنا، شخص عادي، دي يملكها أي مواطن، شأنه شأن أي مواطن، يملك تحريكها إذا ما يعني رفعها من خلال الإجراءات القانونية. دلوقتي جهاز المركزي للمحاسبات بيشرف تقريبا على كل قطاعات الحكومة المصرية، مصير قناة السويس وجهاز التلفزيون ايه؟ لا هو يعني مما لا شك فيه ان مؤسسات الدولة بتتعاون لمحاولة اصلاح الخلل المالي والاداري اللي موجود، ده دور الجهاز. الحقيقة انا يعني مش عايز يعني تنقل الصورة كما لو كان الجهاز المركزي للمحاسبات داخل في صراعات مع أجهزة الدولة، بالعكس أنا دوري معاون للأجهزة في الدولة، ودوري أبصر المسؤولين في الدولة وأجهزتها ومؤسساتها كافة بما لديهم من خلل مالي وإداري. أنا أعلم أنه أي مسؤول كبير في موقعه، سواء رئيس هيئة قناة السويس أو وزير في وزارة أو رئيس وزراء أو ما، لا يمكن أنه هيلم بكل التفصيلات الدقيقة الخاصة بالشؤون المالية والإدارية في مؤسسته، ده شيء يصعب على أي مسؤول، وبالتالي مش مطلوب من المسؤول إن هو يراجع المسائل المالية والإدارية بنفسه، لا، في فريق من العمل داخل المؤسسات دي كلها هي اللي بتقوم بمهمة المراجعة المالية والإدارية وبتعرض على الوزير المختص أو المسؤول المختص. فقد يكون هناك لدى هذه المجموعة مصالح معينة فتعرض خطأ على المسؤول وتورطه في أمور مالية خاطئة، هو ده اللي أنا بقوله. إحنا كجهاز أمناء على المسؤولين وبنحرص عليهم إن إحنا نقل لهم الرأي السليم، لأن أنا ماليش مصلحة، لأنه ممكن المحيطين بالوزير أو المسؤول يبقوا لهم مصلحة في النفقات المالية اللي هم بيبالغوا فيها لأنفسهم، وده اللي بيحصل في كثير من من الأماكن الكبيرة، إن تلاقي مجموعة محيطة بشخص المسؤول بتستأثر بمزايا كبيرة جدا مالية دون سواها، وبالتالي الحلقة دي اللي حوالين المسؤول مش عايزة الحقيقة تظهر. مين اللي ملوش مصلحة؟ هو الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه لا يتقاضى لا من هذا ولا من ذاك، ولا يهمه إرضاء هذا ولا ذاك، فلما بيكتب تقرير يقول يا جماعة يا وزير يا مسؤول انت عندك مخالفات مالية، مش معناه ان انا بقول له انت متهم، لا، انا بقول له خلي بالك انت في عندك خلل صلحه وحاسب المسؤول. اذا كان عندك مراقب مالي او عندك شؤون مالية وادارية يبقى لابد تراجعهم، تقول لهم الكلام اللي انتوا بتعرضوه عليا ده كلام غلط بيتناقض مع تقارير جهاز المركزي للمحاسبات. لكن كون انه يصور ان جهاز المركزي للمحاسبات رفع تقرير للداخلية او رفع تقرير للدفاع او رفع تقرير للرئاسة بيقول له انت عندك مخالفات، ان انا بتهم رئيس الجمهورية او بتهم الوزير، لا، ده كلام مش صحيح بالظبط. هي مجرد وضع الحقائق امام المسؤول، هو بعد كده عاوز يصحح كان بها، مش عاوز يصحح يبقى يتحمل تبعة هذا بس. طب هل هناك مخالفات مالية في قطاع قناة السويس؟ قناة السويس بتخضع موازنتها شأنها شأن أي جهة للرقابة المالية، لكن هو الصندوق التابع ليها هو اللي حتى الآن لا يخضع للرقابة، اللي هو بيخش دخله للرئاسة. نعم، اللي بيخش دخله ما راقبوش عشان أعرف بيروح فين. بيقال إن دخل قناة السويس للرئاسة. أنا لا أعلم، لا، أنا بفرق لك ما بين ده الموازنة بتاعة قناة السويس والصندوق الخاص بهيئة قناة السويس، هناك صناديق خاصة بيهم، هذه الصناديق هم يرفضوا رقابة الجهاز عليها، وده احنا بنطالب بإخضاعها للرقابة، لأنه لا يصح أبدا أي مال عام يبقى فوق رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات طالما بنبتغي الحفاظ على المال العام، إلا إذا كان هناك رغبة في إخفاء حقائق عن المسؤولية أو المساءلة بس. فهو أنا حريص على أنه إذا كان القانون بيعطيني الحق فلابد أن أباشر حقي، وإلا حضراتكم أول من ستسائلوني هتقولوا لي أنت كنت فين، القانون بيلزمك أنك تراقب هنا وتراقب هنا وتراقب هنا، سكت ليه؟ بس أرجو أن المسؤولين يبقوا متفاهمين، إن لما بقول له أنا جاي عايز أراقب كذا ما يتضايقوش، يعني أنا مش جاي أتهمك، أنا جاي أقول لك يا أخي مكنني من أداء واجبي زي ما بيحصل في نادي القضاء، بقول وخد بالك من اللي بيحصل، خد بالك من اللي بيحصل،
يعني هو انا خطبت مجلس القضاء الاعلى بجوابات عديده، قلت له ارجو انك تمكنه الجهاز المركزي والقائمين عليه، هو مش هشام جنين اللي بيروح يفحص، اللي بيفحص الاداره اللي هنا اللي بتقوم وبتروح تفحص وبتحط تقرير زي ما وضع التقرير للرقابه الماليه على نادي المحكمه الدستوريه ونادي هيئه قضايا الدوله والنيابه الاداريه وغيرها. فلما الرفض ولما التمنع؟ والله انتم معترضين على الوضع ده، عدلوا القانون. هل من الممكن ان يخضعوا للرقابه باسلوب الامر الواقع زي ما بنقول بالقوه الشرطه مثلا زي ما بيحصل يعني في بعض الامور؟ لا يليق، هو لا يليق يعني في امور برضو يعني هل من اللائق ان انا القانون بيعطيني هذا الحق لان اعضاء الجهاز لهم الضبطيه القضائيه وفقا لقرار وزير العدل ووفقا لقانون الجهاز نفسه، ولكن هل يعني يليق بين مؤسسات الدولة المحترمة ان هي تتعامل بهذه الصورة، ان انا ابعت كبسة ولا على مؤسسة؟ يعني انا اتمنى ان احنا نرتقي بأدائنا كمسؤولين الى المستوى اللائق بينا كمسؤولين في التعامل. لما الجهاز المركزي يطلب بكتب رسمية ومرفق بها مذكرات بأسانيده القانونية اللي بتقول الجهة دي تخضع، يرد علي يقول لي انت ما بتخضع، انا ما بخضعش ليه، لكن يتمنع دون سند ودون اجابة لمجرد انه عاوز يعطي لنفسه غطاء فوق القانون، اقول له لا معلش مع احترامي، حتى لو انت زميل، حتى لو انت قاضي، حتى لو انت في مجلس القضاء، لا يجب انك انت تنتهك القانون، انت تعطي مثل وقدوة للكافة بانك اول من يلتزم بحكم القانون. إذن ماذا سيحدث تجاه الصناديق المغلقة للجهات الحكومية مستقبلا؟ تأكدي إحنا العمل ضخم جدا في هذا الجهاز، وأنا زي ما قلت مرارا إحنا لن نغلق ملف ولن نتستر على فساد ولن نتوانى عن إعمال دورنا في الرقابة في حدود القانون وصلاحياتنا أيا ما كان الموقع وأي مكان المسؤول. أنا دي أمانة وعاهد الله طول ما بقيت في هذا المكان لن أجامل مخلوق زي ما قلت في بداية حواري على حساب إغضاب الخالق سبحانه وتعالى. احنا شاكرين جدا لحوار حضرتك يا سيادة المستشار.